من سفر أعمال الرسل، قراءة الصباح، الفصل 13 من الآية 1 حتى 24. وكان في الكنيسة التي في أنطاكيا بعض الأنبياء والمعلمين، وهم برنابا وسمعان الملقب بنيجر، ولوكيوس القيرواني، ومنايون الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاؤول. وفيما هم يتعبدون للرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاؤول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا أيديهم عليهم وصرفوهما. ولما كان موفدين من الروح القدس انحدرا إلى صلوقيا، ومن هناك أقلعا إلى قبرص. ولما انتهيا إلى سلامينا بشرا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. ولما اجتازا الجزيرة كلها إلى بافوس، وجدا رجلا ساحرا نبيا كاذبا يهوديا اسمه برشوع، وكان مقربا من الوالي سيرجيوس بولس، وكان الحاكم ذكيا. فاستدعى برنابا وشاول وطلب أن يسمع كلمة الله، فقاومهما الساحر عليم، وهذا هو تفسير اسمه، محاولا أن يصرف الوالي عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه بولس أيضا من الروح القدس وتفرس فيه، وقال: يا ممتلئا من كل غش وخبث، يا ابن إبليس وعدو كل بر، أما تكف عن تعويج سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب عليك فتكون أعمى ولا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وطفق يدور ملتمسا من يقوده بيده. فلما رأى الوالي ما حدث آمن متعجبا من تعليم الرب. ولما أقلع بولس ومن معه من بافوس، أتوا إلى برجة بنفيليا، ففارقهما يوحنا وعاد إلى أورشليم. أما هما فاجتزا من برجة وأقبلا إلى أنطاكيا بسيديا، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة الناموس وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الأخوان، إن كان عندكما كلام وعظ للشعب فتكلما. فقام بولس وأشار بيده وقال: يا بني إسرائيل ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إن إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا، ورفع شأن الشعب طوال غربته في أرض مصر، وأخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان، وأورثهم أرضهم. ثم جعل لهم بعد ذلك قضاة مدة نحو 450 سنة، حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا، فأعطاهم الله شاؤول بن قيس رجلا من سبط بنيامين مدة 40 سنة. ثم عزله وأقام لهم داود ملكا، الذي شهد له قائلا: وجدت داود بن يسى رجلا على حسب قولي، وهو يصنع مشيئتي كلها. ومن نسل هذا أقام الله لإسرائيل بحسب الوعد يسوع مخلصا، وقد سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. والتسبيح لله دائماً.